السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجع مره ثانيه للحلميه وايام الحلميه وايام الطفوله، لان في الايام دي الواحد بيتذكرها ليه؟ انه ما كانش فيه مسؤوليات، ما كانش فيه تغيرات طبيعيه لاجسامنا في نفس الوقت ده واحنا اطفال، وكنا ابرياء وبنلعب وبنتكلم على مزاجنا، وممكن نطلع كلام مش كويس والناس بتقول لك كبر مخك عشان دول اطفال صغيرين. ترابيزة رمضان انا هذكر فيها الاشياء بتاعت رمضان مش الاشياء اللي بناكلها كل يوم، ومنها طبعا الخشاف وعصير قمر الدين ومهلبية قمر الدين والزبادي والكنافة والقطايف والزلابية اللي هي لقمة القاضي، وطبق الفول المتين اللي هو ما فيش بيت في مصر كان يخلو منه على الفطار وعلى السحور او بعد رمضان في الفطار، في بعض الناس تاخده فطار وغدا وعشاء، وانا بالنفسي انا باخذ فطار وغدا وعشاء في بعض الاحيان. وطبعا من اجمل الاشياء اللي كنا بنجيبها اللي هو نروح للمحل بتاع الترشي ونروح نجيب ميه للترشي، يبقى ناخد فيه نقول له يا عم ادينا حبه ميه للترشي، فيدينا ازازه ترشي كده، ازازه ميه زائد ازازه ترشي، وده نفتح بايه الاكل واحنا بنتفرج على الحلويات او الاجهزه مش حلويات، الانواع الطعام الموجوده المختلفه، المهلبيه تبع الرز واللبن والمكسرات وابو فروه وكل الحاجات دي كلها. من الاشياء الجميله في رمضان اللي هو كان في عندنا بيعمل حاجه اسمها مدفع الافطار، يبقى احنا كلنا كاطفال واقفين في الشارع، يعني احنا كنا في الحلميه والحلميه جنب القلعه مش بعيده، ونسمع مدفع الافطار اللي بيضرب في قلعه صلاح الدين فوق، فاول ما يضرب نطلع نجري على طول علشان نفطر مع الوالد والوالده والاخوه والاخوات. برده كان للسحور ايضا بيبقى معمول. وفي رمضان كان في حاجه ثانيه برده كويسه حلوه قوي، هو في نص رمضان، فنص رمضان ده كان العمال المصريين اليدويين بيعملوا من كسر الازاز والصفيح، وفي النص بيكون زي الفانوس كده، وفي النص فيه شمعه، كنا نمسكه بالليل وننزل بالليل وفي الشوارع الضلمه دي كلها، واحنا بنقول وحوي يا وحوي ايوحا، وكمان وحوي ايوحا بنت السلطان لابسه القفطان، وكمان وحوي ايوحا، ده كان اغانينا او جزء من اغانينا في رمضان. فالجمال في رمضان في الوقت ده في الحلميه او في القاهره عامه، ان ساعه او قبل المدفع الافطار ما يضرب ولا تلاقي حد في الشارع خالص، البيوت كلها ساكته وساكنه، البلكونات مفتوحه لو كان الدنيا حر او مقفوله لو كان الدنيا برد، الانوار مفتوحه والعيله قاعده مع بعض، يعني الاب والام والاخوات والاحفاد الى اخره الى اخره، تبقى ساعه سكون جميله وتشوف الترابيزه بتاعه رمضان الكبيره اللي انتم شايفينها قدامكم دي على طول. طبعا الروح دي اتمنى ان انتم تعيشوها مره ثانيه، لان شايف على الازدحام وتفرق الاطفال وبعدهم والسفر وكذا وكذا وكذا، الروح مش موجوده دلوقتي زي ما كانت زمان، فالروح دي اللي خليني دلوقتي وانا بكلمكم احس بالحنين والأنين للرجوع مرة تانية لرمضان أيام الحلمية. أشكركم جميعا على مشاهدة الفيديو، وإذا عجبكم أتمنى أنكم تشاهدوه مع أصدقائكم. شكرا وجزاكم الله خير.